صباح الخير على حضرتك يا كابتن ومنورنا. صباح الخير بريهان، صباح الخير على أهل مصر. أهلا مصبح بحضرتك. مصبح على حضرتك أكيد، وكل التمنيات بالتوفيق للمنتخب التونسي العربي الإفريقي الشقيق. طبعا عندنا أمال كبيرة جدا إن احنا نشوف شكل مغاير للمنتخب التونسي ابتداء من مرحلة الإقصائية، مرحلة دور ال 16. كنا لسه بنتكلم قبل ما حضرتك تشرفنا بالدخول في هذه المداخلة الهاتفية إن دايما الأداء بيختلف، ومعروف دايما إن منتخبات شمال إفريقيا بما فيهم مصر وتونس والمغرب والجزائر دايما في المراحل الإقصائية بيكون عندهم العزيمة أو الجرينتا زي ما أنتم بتقولوا في تونس. فهتشوف النهاردة العزيمة هتكون مختلفة عند المنتخب التونسي ولا لا؟ أكيد 100% باش تكون مختلفة، لكن ما قلت أنت حاجة مهمة جدا، هي لاعبين شمال أفريقيا مصر ولا تونس ولا الجزائر ولا المغرب، يعني لما يكونوا في أدوار إقصائية ولا في مقابلات للترشح لكأس العالم يعني مستواهم يرتفع. لكن ما نحبش نكون متشائم، لكن الظروف اللي احاطت بالمنتخب التونسي مع غياب المدرب مع غياب اللاعبين على كورونا هي كانت ظروف صعبه على الفرق الكل، لا محاله في كاس افريقيا هذه اللي كانت معنا من ناحيه التنظيم، يعني ما كانتش في احسن حال، لكن هيك الموجود لازم نتعاملوا مع الموجود. والمنتخب التونسي ما وصلش للنهاية كاس افريقيا، ومقابلات ضد منتخب الجامبي والمالي معنا اثبتت معنا عدم جاهزيتنا 100% في كاس افريقيا هيك، لكن نكونوا معناه ايجابيين وننتظروا رده فعل كبيره من اللاعبين، وكما قلت انت معناه لازمنا جرينتا كبيره برشا باش نجموا معناه نفوز على المنتخب النيجيري. لو اردنا نفوز على المنتخب النيجيري لازم نقدموا مقابله مثاليه جدا، مقابله كبيره من الناحيه الفنيه والتكتيكيه وخاصه من الناحيه البدنيه، حتى ما تنساش لي ما عندناش ايام راحه، يعني لعبت يوم الخميس وما ارتحناش، نلعب يوم الاحد وقمنا برحله معناها فيها 1400 كيلومتر لقروال، هي اسخن معناها، يعني هذم كل اسمك تقراهم في الحسبان، يعني من ناحيه كيفاش يقول لا ريكوبيراسيون، كيفاش معناها استرجاع القوه بعد المقابلات مش يكون سهل. لكن نتمناو يوم المقابله يكون يوم مغاير، وتحذر الجرينتا ونقدموا مقابله في مستويات اللي يقبل الكره الشمال افريقيا والعرب ان شاء الله. طب حضرتك بتتكلم عن المثالية المتطلب أو بيتطلبها المنتخب الجزائري في التوقيت الحالي علشان يكون قادر يقصي منتخب نيجيريا، المثالية من وجهة نظر حضرتك على المستوى الفني قدام منتخب نيجيريا من المفترض تكون عاملة إزاي؟ المنتخب التونسي مش منتخب الجزائري. عفوا غلطة. ما فيش مشكلة، عادي، جيران كلنا جيران والله يا كابتن زياد. عادي، لا عادي، كلنا إخوة بالظبط، كلنا إخوة، ما فيش مشكلة، بالعكس ما فيش مشكلة. المثالية هي من ناحية التركيز، وتكونوا حاضرين يعني في الثنائية. منتخب النيجيري ورا اليوم منتخب يعني قوي جسمانيا، يعني قوي، وحتى من ناحية البنية الجسمانية يعني عاليين، يعني من ناحية الطول ومن ناحية القوة ومن ناحية السرعة، يعني منتخب قوي بدنيا. شفنا المنتخب المصري معناها ضد، ولو أنه كانت مقابل الأولانية المنتخب المصري، ونعرف المنتخب المصري ما يدخلش جيدا في المقابلات معنا في كأس أفريقيا، لكن على كل مباراة يتحسن. لكن في المقابلة الأولى شفنا المنتخب النيجيري كان أفضل من المنتخب المصري، يعني المنتخب المصري لقى صعوبات من الناحية البدنية. معنا احنا تونس نجموا نلقاو نفس الصعوبات، خاطر عندنا نفس الخصائص البنيوية ونفس الفنيات ونفس طريقة اللعب. هذا هو المشكل، يعني المشكل نكونوا جاهزين خاصة في الثنائيات من الناحية البدنية، لازم نفوزوا على الثنائيات نتاعنا مع المنتخب النيجيري باش نجموا نكونوا مثاليين ونقدروا نصنعوا الفرق. لكن ما لازمناش نكونوا قويين في الثنائيات، لكن من نستعملوا قوتنا نحن كلاعبين معناها تاع شمال افريقيا، هي الفنيات والباس والخفه، يعني عندنا كواليتي اخرى غير معناها قوه البدنيه، لكن القوه البدنيه ونجاح الفنيات يكون مفيد جدا للمنتخب التونسي. وما ننساوش نلعبوا على قوتنا اللي هي اللعب الخفيف والسريع وبناء الهجمه بسرعه، ولا الكره العكسيه في ظهر المدافعين النيجيريين، ونستغلوا لاعبين معنا تاع افريقيا، نستغلوا عندهم سذاجه دفاعيه حتى لو يكونوا قويين، لكن يبقوا عندهم سذاجه دفاعيه اللي لازم نستغلها.
يعني كابتن زياد هكمل كلامي مع حضرتك. تابعنا المنتخب النيجيري وشفنا ان عنده بعض عناصر القوه موجوده في الاطراف زي وجود شيكويزي وسيميون وطبعا هيناتشو، كل دول لاعبين بيقطوا من الاطراف ودايما بيكون اللعب او اهداف المنتخب النيجيري جايه من اللعب على الاطراف، بالاضافه الى وسط ملعب قادر ان هو دايما يفتك الكره. وهنا الحديث على ويلفرد انديدي نجم ليستر سيتي، بتشوف ان الافضل للمنتخب التونسي ان هو يعني يواجه المنتخب النيجيري ازاي؟ هل يعني في طريقه لعب حضرتك بتحاول او شايف انها الافضل واللي تصلح لهذه المباراه؟ لان كنا قبل المباراه بنتكلم ان كل مباراه ليها ظروف مغايره فنيه وتكتيكيه، وده اللي احنا متوقعين نشوفه من الكابتن منذر الكبير في هذه المباراه او في هذا اللقاء. خاصه اللاعب سيمون، يعني لاعب سيمون لاعب سريع جدا معنا في الاطراف ولاعب مراوغ، لاعب ممتاز يلعب في فريق نونت. زي ما قلت انت لاعب انديدي في وسط الميدان، يعني من اللاعبين الكبار جدا لاعب انديدي في مانشستر سيتي. لكن كما قلت لك هذه مقابله لازم نحضروها كفريق كامل. هي المقابله هي شنو؟ هي المنتخب التونسي لازم يكون جيد دفاعيا، لازم ما نقبلوش اهداف. اول حاجه ما نقبلوش اهداف، لازم نعرفوا ندافعوا ب 10 ب 10 لاعبين. يعني الدفاع يبدا من المهاجم مش مدافعين بس يدافعوا. المهاجم اول مهاجم هو اللي يكون يدافع. كل ما نكون ورا الكره كل ما نكون بلوك فريق كامل وقريب لبعضنا ورا الكره نجموا ندافعوا فريق كامل مع بعضنا ب 10 لاعبين. لكن لو ندافعوا وسط الميدان بس ومدافعين بس مانيش باش نكونوا معنا، مانيش باش نكونوا جيدين دفاعيا. هذا المطلوب، المطلوب هو الدفاع ب 10 لاعبين ورا كره مهما كان معنا المستوى. ندافعوا ندافعوا قدام الحارس نتاعنا لازم نكونوا ب 10، ندافعوا في وسط الميدان نكونوا 10، ولو دافعنا عالي وقمنا بالبريسينغ لازم نكونوا 10 مقرب لبعضنا ونعرفوا ندافعوا. هكاك معناها نخليوا السيطره نتاع المنتخب النيجيري تقل علينا ونكونوا قراب للكره ونجموا معناها نفتك الكره بسرعه ونبنيوا الهجمه معناها المعاكسه تكون معناها سريعه وقويه في ظهر المدافع النيجيري. هذا هو اهم حاجه، هي الدفاع ب 10 لاعبين. طبعا كابتن